قال غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس رافائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم إن زيارة قداسة البابا إلى العراق ستشجع المسيحيين في المنفى على المثابرة وإعادة بناء الثقة مع العراقيين الآخرين. موصل منكوبة، موصل مدينة مدمرة إلى اليوم. الساحل الأيمن هو منكوب، لا زال جثث يعني، فيروح إلى الموصل ويقلم يعني. هاي نتيجة التطرف والإرهاب اللي هي نتيجة يعني كارثية يعني. فالتطرف والحرب هو عبث، لعب بحياة الناس وما يحل المشكلة. طريق لحل المشاكل هو الحوار الحضاري والتفاهم معا وليس السلاح يعني. أحسن مثل هو الموصل اللي هي قريبة شبيهة بهيروشيما يعني.